هي قرارات من الاسره يا دكتور الاستاذ. والدي كان عايزني ابقى استاذ جامعي في عيوب وانا خلصت بس انا عندي اهتمام كتير وخدته دايما والتحليل النفسي ساعدني في السياسه ان انا كلامي قادر على ان انا افهم الاطراف الثانيه واتقمص ذوقهم وطريقتها واوصل لطريق ان انا اقنع بيهم ان انا اتفاق رابح للطرفين وين وين في السياسه. فدخل المكان ده دكتور وعشت فتره طويله جدا لان اعتقد في وقت من الاوقات كان هذا المجال ما كانش واخد نقدر نقول مساحه كبيره جدا في هذا الزمن. ومع التطور السعودي بتبتدي تبحث في المسائل اللي هي تتعدى الاحتياجات الاساسيه لها من طعام وشراب ومسكن وعلاقات اجتماعيه بتبتدي تشوف هي عايز اي بني ادم عايز تكون عيشه سعيده فعشان عيشه سعيده لازم يفهم نفسه ويتبسط بنفسه اكثر لازم يفهم الناس بشكل اكثر حياده لازم يقدر يفكر في يوم لازم يقدر يتواصل ويتفهم. وحضرتك دخلت في مجال الدبلوماسيه هل وجدت هناك علاقه بين الطب والدبلوماسيه في عامل مشترك فيما بينهما؟ بين الطب النفسي والدبلوماسيه اولا في التواصل مع التاثير مع ثانيا في توقع تصرفات الدول. الدول هي ايه؟ شعوب ثم ادميه ونظام نسميه الانسان. انا افتكر مثلا قبل مؤتمر قمه بغداد